السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت لكم بواحد الوصفه ديال التاكوس جديد، بلا بانيني بلا والو. غادي نطيبوه هي في المقله البنات، وما عنديش فيه الدجاج، غندير فيه النوغات ومع واحد الصلصه ديال لا كريم مع الفخوماج وصلصه اخرى ديال الكيتشاب ولا والمايونيز اللي عندكم ولا الدانون طبيعي والحار. نديروها بحال صلصة ساموراي، قريبة ليها شوية باش تبنى لنا التاكوس ديالنا. وغنديرو فيه شوية الكفتة ميكست هو، ونديرو لي النوغات بلاصة الدجاج. المهم تابعوني ونتمنى يعجبكم، ما تنساوش لايك وتابونا وتابعوا الفيديو، نتمنى يعجبكم. يلا لهاد الوصفة كنحتاجو الكفتة، شحرتها مع شوية ديال البصلة، يعني كيف كتشوفو كنشحر فيها، شحرت البصلة هي الأولى عاد رميت الكفتة، درت فيها شوية الملحة، شوية الإبزار، قزبور يابس، وشوية الكمون، وشوية الزيت طبيعة الحال باش غادي تشحر هادشي. غنخليهم يتقلاو مزيان على نار مهيلة، طيبو مزيان، وديك الساعة نكملو الوصفة ديالنا. هاد الاثناء غادي نكون قردت انا البطاطا ديالي اللي غنديرها فخيت، لي فخيت اللي كتعرفوا راه كيكونوا وسط ديال التاكوس، ها هما باش نقليهم حتى هما بينما يطيب الكفته. غادي نعاودو نقليو لي فخيت كيف كتشوفوا. شريت من ديم بحراجة، شريت العيش، شريت الفرماج، شريت هادو ديال الساك ديال لي كيبيتا حيت كانو خاصيني، شريت الصلصة الحارة كان خاصني، شريت لي فخوماسون لي شريتو مي مكانو الدراهم اللوح تاع البنات. صافي وخديت لاكخيم، غناخد هادي ديال الطبخ ونخدم بها مع الفخوماج باش ندير ديك الصلصة تشيز لي كتكون ديما في التاكوس تجي بنينة. يلا البنات كملوا معايا الوصفه. في مقله اخرى درت لي صوصيت فيها نيت، خليت لي صوصيت فيها الكفته نيت في الكفته حيت درت واحد الطريف ديال الزبده، كنخليه يدوب. غندير عليه هاد لاكريم كيف كتشوفوا، غنحط البوطه دابا كيف هي عافيه كانت الزبده. غنكمل لاكريم ديالي وغنحك عليها شويه ديال الفخوماج وندير لها شويه الملح الابزار، الى عندكم الكوزه ديروا ليها الكوزه حتى هي كتبننها، وما تكثروش الملح حيت الفخوماج مالح. هنايا كنقلي لي فخيت كيف كتشوفوا، نحرك هادشي مزيان ولدي كيخوف. المهم نخليوها تعقد هاد لاكريم او الصلصه، لاكريم غادي تعقد لينا وغادي تولي اون صوص دو فخوماج كيبن على داك الفخوماج غيبننها. المهم نخليوها تتعقد ونطفيو عليها. فهاد الاثناء غادي نكمل الطياب ديال لي فخيت ونحرك مزيان لاكريم كيف كتشوفوا راه بدات تتعقد. دابا غادي نحيدوها دابا ونطفيو عليها البوطه وصافي، بركه عليها حيت شفتوا راه عقدت مزيان. صافي ونكملوا الوصفه ديالنا. هنا راه درت واحد القليه اخرى ديال لي فخيت ونكمل الوصفة. عندنا هنايا لاصوص درت فيها ياغورت طبيعي، غندير شويه ديال الكيتشاب، غندير شويه ديال الحار، ما بغيتش يتحل ليا باقي ما حليتوش نسيت. المهم غنحلو غادي ندير حيتاش هذا ولدي بيد وغنخدم معكم بيد. المهم الخل حيت ما بغيتش يسكت ليا، وغندير شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، غنحرك حركو مزيان البنات. انا باقي غنزيد فيها شويه الصويا صوص اللي ما بغاش ما يزيدهاش اللي ما عندوش، ونزيد فيها كيف قلت لكم هذاك الحار. وهذه هي الصلصه ديالنا، هذه هي الصلصه ديالنا بعد ما خزت عليها الصويا صوص وشويه الحار وهذيك لاصوص تشيزي. هنا عندنا العيش، قليت لي نوغات حتى هما المورا ما قليت الفخيت والكفته والبصله اللي درناها. غناخذوا هذاك
التورتية او العيش، درت جوج كيف كتشوفوا، حدا حدا وحده باش يجينا شويه كبير. غندير هذيك لاصوص ديال الكيتشاب والحار والياغورت الطبيعي، اللي ما عندوش الياغورت الطبيعي يدير مع المايونيز. المهم ناخذ ديك الكفته والبصله غنزيدها عليهم من الفوق. نتوما رتبوا كيف كيف تبغيو، يعني الا ما بغيتوش ديروا كاع لي نوغا ديروا الدجاج رقيق حتى هو سوطيو حتى هو كيجي زوين. انا حيد عندي لي نوغا في الفريغو، قلت نديرهم مع الكفته حتى هما كيجيو زوينين. غنديروا لي فخيت، اسمحوا لي على التصوير حين داش الزوج كيف كان قلت لكم. غنديروا الفخوماج، انا تيبان لي هادشي محال يتسد، غادي نزيد عليه واحد النص ديال العيشه من الفوق عاد نسدو، درتو كبير. المهم نتوما ديروا على قياسكم. المهم انا غنسدو ونرجع لكم حيت ما يمكنش ما عنديش كندير نسدو انا زوجي. المهم نسدو ونوريكم كيفاش سديتو. ها هو كيف كتشوفوا، زدت عليه هذيك العيش نص عيشه من الفوق، عيشه طورتيه زعما. هنا كيف كتشوفوا غنديرو فوق المقله ونخليه يطيب على خاطرو. تقدروا إيه ديروا فوقو هذيك المقله اللي طيبت فيها، ديروها فوقو باش تقدروا تضغطوا. المهم الا بغيتو الضغط مزيان، وانا من الافضل حيت هو عامر ما غنضغطوش، غادي نديرو فوق القلاه يعني كيتحمر بحال درتيه في البان، يعني ماشي ضروري دوك الشريطات باش يتحمر وداكشي، غادي تشوفو راه غادي يتحمر مزيان تاع احسن من البانيني. غادي نقلبو دابا سخون بزاف، غنشوف شي حاجه باش نقلبو راه سخون بلا قياس، تحمر بزاف. المهم غنقلبو، هانتوما كيف كتشوفو تجمر مزيان. نقلب تا لخرى ونخليوه يطيب من الجهة الأخرى ونتلقاو الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيف كتشوفوا كيجي محمر من كاع الجويهات والداخل ديالو عامر تبارك الله. هانتوما كاع الجناب ديالو تيكونوا محمرين، تيجي لذيذ بزاف، ونتمنى يعجبكم. شي دابا هي لاصوص حتى هي كنرافق مع لاصوص لي صوص، داكشي بقى ليا من لي صوص بجوج، ونمشي نجمع هذيك الروينه ونجمع الكوزينه. عرفتي ملي تتقادو شي وصفه تعبر لكم الدنيا بالماعن. المهم نجمع هذاك الشيء، ونتمنى يعجبكم وبصحه والراحه، وما تنساوش لايك وتابونا وديروا لي كومونتير واش عجبكم ولا لا. والى الفيديو الجاي ان شاء الله، ونتمنى تبقاو على خير وتكونوا بصحه وعافيه ان شاء الله. وإلى الفيديو الجاي، باي باي.